عطل في الحقيقة يعني كان عندي مستقبل زاهر، يعني هو المشكل أنه راح البطولة الفرنسية، وبالنسبة لي أنا البطولة الفرنسية ما هيش بطولة، عندها يعني 2 فرق ولا 3 فرق يعني اللي يقدر ينافسوا أوروبيا على هذه، يعني البطولة الفرنسية ما كاش. وحتى ثاني من ناحية العنصرية، والله هذا هو، هذه هي مش قضية الجزائر كامل كيضرب على فلسطين عندها مشاكل. اليوم هي القضية تاعو أنه كيتعامل مع فلسطين، وهذا رأي الشخص تاعو. هذا كلاعب يعني كاين لاعبين في أوروبا نشتهم في إيطاليا وفي في دول العالم كامل يعني ضمنوا مع فلسطين ما كاينش مشكل، ولكن الفرنساويين عندهم قضية عنصرية، عندهم اللوبي الصهيوني مسيطر على الحكم في فرنسا. حتى في المجال الرياضي، في المجال الرياضي الاقتصادي الثقافي في كل شيء عنده شعبية. وحتى يعني ما ننسوش باللي كاين جاليه كبيره الجزائر فرنسا، يعني تشوف في مارسي تلقى لي سيبورت الاغلبيه جزائريين، في نيس يعني تلقى وين كاين لاعب جزائري تشوف الجمهور الجزائري ساندو، ولكن هما خلطوا السياسه بالرياضه. وهي لو كان يعني كاين قانون دولي تاع الفيفا يتعاقبوا. نعم، اول حاجه الاداره تاعو ما دفعتش عليه، لانه علاش المدرب يسال فيها، المدرب عنصري. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.